الزواج مستمعينا الكرام من أسمى العلاقات التي تهدف إلى إنشاء أسرة يسودها المودة والتراحم، ولكن ما يحدث في هذه الآونة أن الكثير من الزيجات تنتهي بالفشل. السؤال: ما الأسباب التي تؤدي إلى ذلك ومن المسؤول؟ أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع. للحديث بتوسع وإجابة على استفساراتنا يسرنا أن يكون معنا الأستاذ محمد العمري، مدير التعليم والتدريب بجمعية مودة بمنطقة مكة المكرمة. أهلا وسهلا أستاذ حورية، حياك الله. حياك الله. بداية أستاذ محمد، لما نقول الطلاق، إيش أسباب الطلاق التي أصبحنا نشاهدها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أرحب بكم وأشكركم على الاستضافة، وأسأل الله تعالى أن ينفع بنا وبكم. الطلاق مفهوم ومصطلح شرعي يقع بين الأزواج عادة في كل المجتمعات، لكن كلامنا عن مجتمعنا فقط. هنالك أسباب كثيرة جدا للطلاق. السبب الأول قد يعود للزوج، وهنالك سبب أو أسباب تعود للزوجة، وهنالك أسباب تكون مشتركة بينهما. هذا فيما يتعلق ب الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق. لو أتينا للأسباب المرتبطة بالزوج، نجد أنها أسباب كثيرة جدا. يعني بعض الاستطلاعات وضعت هنالك حدود 50 سبب للطلاق تقريبا، وهنالك استطلاع تم عام 2014 تقريبا بمدينة جدة، ووجد أنه يعني 80% من نسبة الطلاق تقع لمن تزوج في الثلاث سنوات الأولى، يحدث هذا الطلاق لعدم التفاهم. الأسباب التي تعود وترتبط بالزوج مثلا، نجد أن الزوج قد يكون مثلا سيء في التعامل، وهو ما يسمى في الشرع بسوء العشرة وعدم معاشرة الزوجة، الحياة الزوجية بالأساليب الإسلامية الاجتماعية الأدبية الراقية. نجد كذلك هنالك أسباب تعود إلى البخل، أن الرجل يكون بخيل والمرأة لها احتياجات ومتطلبات كزوجة انتقلت من بيت والدها ومن إنفاق والديها عليها أو إخوانها أو إخوتها، فتنتقل إلى الزوج فيكون رجل بخيل. من أهم الأسباب التي تعود إلى الرجل هو سوء الاختيار. ليس سوء الاختيار لأن المرأة سيئة، لكن لأنه هو لم يختار المرأة التي تناسب طباعه وصفاته وما يتعلق بشخصيته. من الأسباب أيضا كثرة خروج الرجل من البيت. لدينا في المجتمع للأسف هنالك هروب الأزواج من البيوت، يهربون للاستراحات، يهربون للديوانيات، يهربون للمقاهي، يهربون من بيوتهم، يأتي من عمله لينام ويأكل. فأصبحت بعض، ولا أقول كثير، ولكن بعض البيوت للأزواج عبارة عن فنادق ومطاعم، يأكل ثم ينام فقط، لكن يومه أكثره يقضيه في العمل، ثم يعود لبيته للغداء، يتغدى، ينام إلى المغرب، إلى قبيل المغرب، ويخرج بعد ذلك مع أصدقائه. أحيانا الشك الزائد لدى الرجل في المرأة في تصرفاته جميعا، ليست موضوع تصرفات شك أخلاقي، لكن في كل شيء هنالك أسباب الشك، أن الرجل يشك في كل شيء فيسبب قلق وتوتر للمرأة، وقد يؤدي به إلى بناء يبني ويبني ويبني على شكه أمور كثيرة جدا، كلها كمدن الملح عبارة عن أوهام. إهمال التربية، تربية الأب للأولاد، سوء الخلق، هذه من المشكلات الكبيرة جدا. بعض الرجال أحيانا يكون غضب، عنده الغضب، أو رجل عصبي، فيأتي للزوجة يقول تتحمليني أنا عصبي. المرأة الزوجة ليست ملزمة أن تتحمل عصبيتك، لكن أنت ملزم أن تضبط أعصابك. كذلك يعني أن الإنسان يقيس دوما، يقولون هنالك قاعدة جميلة جدا في التعامل مع الآخرين، المقارنات تضعف الرضا. لما الإنسان يقارن جمال فلانة بزوجته، رؤية فلانة، أسلوبها، شهادتها، قبيلتها، عائلتها، يبدأ يقارن، هذا من الخطأ، ولهذا سوء الاختيار هو المشكلة هنا. أحيانا القسوة في التعامل، هذا مهم جدا، عدم فهم النفسيات، هذا سبب يعني جدا مهم. لابد أن يفهم الرجل أن هذه المرأة لديها أوضاع صحية في أوقات معينة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى انتظار. أحيانا وأختي يعني من الأمور المهمة جدا فهم نفسية الآخر، ينبني عليه أن هذه المرأة بطيئة في العمل، هذه المرأة سريعة، تحتاج إلى صبر معين. مشكلتنا دوما في التعامل نريد من الزوجة أو الزوجة تريد من الزوج أن يكون كما أريد أنا،
وليس كما هي عليه. صحيح. نعم، هذا فيما يتعلق بالزوج. طبعا في أمور كثيرة جدا، لكن يعني هذه قد تكون من أهمها، إضافة إلى بعض العادات الاجتماعية. لما يجلس الشباب أو الرجال المتزوجون، كل واحد يتكلم ماذا فعل مع زوجته، يبدأ يستعرض بأذيتها بالإضرار بها، وقد نهى الله عز وجل ورسول عليه الصلاة والسلام عن الإضرار بالزوجات، بل سمى الله عز وجل أن المرأة سكن للرجل ليسكن إليها. هذا فيما يتعلق بالزوج. طيب أستاذ محمد، دائم إلقاء اللوم في حال الطلاق على الزوج أو الزوجة، وغالبا تكون الزوجة هي اللي تتحمل أمام المجتمع وأم حتى أقربائها واللي حواليها، أنها كانها هي المسؤولة عن الطلاق هذا، في حين هي ممكن تكون هي المتضررة وغالبا. نعم نعم، أصلا الله عز وجل جعل العصمة في يد الرجل والقوامة للرجل، فالطلاق بيد الرجل، ولذلك هو من يتحكم فيه. الآن الشباب والمتزوجون بعضهم يلعب بالطلاق، على كل شيء علي الطلاق، ويبدأ يحلف. لكن إلقاء اللوم على الرجل أو على المرأة هذا خطأ. يجب أن يتم الجلوس مع استشاري أسري، مع مستشار أسري، ويبدأوا يطرحون هذه الأمور. يعني حتى الطلاق ينبغي أن لا يطلق مباشرة، بل يتم الجلوس قبله مع إما مصلحين، محكمين، مرشدين أسريين لدراسة. قد يكون أن المشكلة سببها بسيط، لكن تصل للطلاق فتكون الزوجة شماعة، يرمي الرجل ويلقي المجتمع عليها. ولذلك للأسف نظرة المجتمع للمطلقة أحيانا، بل أحيانا نظرة المطلقة لنفسها تكون نظرة دونية. صحيح. ولهذا نحن في جمعية المودة أوجدنا دورة كاملة اسمها رائدات. هذا نقيم الدورة للمطلقات والأرامل حتى يمكنون اجتماعيا، نفسيا، اقتصاديا. لكن أن يلقى المشكلة على الزوجة مباشرة وأنه هي السبب، هذا من أكبر الأخطاء التي يقع فيها المجتمع. لا يوجد رجل كامل ولا توجد امرأة كاملة، لا يوجد خطأ 100% على الرجل أو خطأ 100% على المرأة، لكن هنالك أسباب منتشرة ومشتركة. قد يكون لدى الرجل 90% ولدى المرأة 10%، قد يكون مناصفة، قد يكون للمرأة أكثر. هذه من الأمور التي يجب أن نتنبه لها، ولا يلقى الكلام على عواهنه دوما. لذلك على الزوجة أن تكون حكيمة في التعامل مع الزوج. أحيانا يأتي بضغط من العمل، لكن يبقى أن الإنسان لا يلقي باللوم على أحد. وربما أحيانا يكون الطلاق هو الحل، لكن في حالات ضيقة جدا. أما إلقاء اللوم على الزوجة فقط أو على البنت أو على المرأة أنه هي السبب، هذا من أكبر الأخطاء التي تقع في المجتمع. فإن كان على المرأة خطأ، فعلى الرجل أخطاء أكبر قد تكون بسبب أنه هو الذي يتحكم ويضبط أعصابه أكثر في موضوع الطلاق. ولهذا جعل الله الطلاق بيد الرجل للمرأة، لأن المرأة تتعرض من الداخل لتغيرات كثيرة جدا قد تسبب أو تؤثر على نفسيتها في اتخاذ أي قرار. فيبقى هنا الزوج هو المسؤول الأول والأخير عن الطلاق قبل أن تكون الزوجة. نعم نعم أستاذ محمد، ذكرت عن أنه بعض الأزواج للأسف أنه يرمي يمين الطلاق على الرايحة والجاية، سواء في وجه الزوجة أو حتى مثلا لو يبغى يعزم أحد يقول له مثلا صحيح الطلاق. يعني الزوجة بهالحالة هل تسكت أو تتوجه لأحد؟ هو الرجل أولا يجب أن يعظم الله سبحانه وتعالى، ولا يحلف على كل شيء صغيرة أو كبيرة، سواء بحلفان بالطلاق أو غيره. لكن هنالك أمر مهم جدا، نحن لدينا دورة اسمها تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، وقبلها دورة لدينا اسمها اختيار شريك الحياة. المقبلون والمقبلات نقيمها 3 أيام، والاختيار شريك الحياة نقيمها قبل الخطبة، ليعرف الرجل والبنت، الشاب والفتاة، كيف يختارون. نحن نقدم هذه الدورة لطلاب وطالبات ثالثة ثانوي وطلاب وطالبات الجامعة. فمن باب التوعية أن الإنسان ما يلقي بهذا الكلام، يعني مثل ما تفضلتي يعزم إنسان آخر علي الطلاق إنك تجي وكذا وكذا. حتى أن العلماء أفتوا إذا كان الرجل يقصد بنيته علي الحرام علي الطلاق، إن كان يقصد يمين فلا يقع الطلاق، ولكن يكون كفارة يمين إن لم ينفذ. لكن خطأ كبير جدا أن يجلس يكون الطلاق لعبة في فم الرجل، مثل لمؤاخذة يعني علكة يعلكها. صحيح. وكلما قام أو قعد يتلفظ بالطلاق. هذه مرأة يجب أن تحترم، هذا بيت، هذا كيان، هذه أسرة، يجب أن نحترم ونقدر هذا الكيان العظيم وهو ما سمي بالأسرة. فلا يتلفظ الإنسان، لأن كلمة الطلاق في الدخلة والخرجة والروحة والجية قد تعتبر إهانة للزوجة وللحياة الأسرية عموما. وإذا أراد الإنسان أن يحلف على إنسان فليحلف الحلفان الشرعي، ويدع موضوع الطلاق جانبا،
لأنه في امتهان للمرأة بهذه، يعني لو رفض الرجل أنت ستطلق زوجتك؟ لو رفض يتغدى عندك أو يتعشى عندك مثلا، يعني هل الزوجة ليس لها قيمة عند الرجل أو عند الزوج حتى يجعلها معلقة بموضوع طلاق من قبول عزومة أو رفضها؟ هذا من الأخطاء كبيرة جدا التي نحن نوعي الناس عليها في مثل هذه الدورات، وأن الإنسان يبتعد تماما عن مثل هذه الكلمات التي تؤدي إلى، يعني التي تدل على عدم احترام لعشة الزوجية أو كيان الزوجية الذي سمى الله عز وجل سماه مودة ورحمة، وليس لعبة بالطلاق على كل دخلة وخرجة أو دعوة أو عزومة. نعم صحيح أستاذ محمد، ممكن ما يكون هو قصده لفظا أنه يطبق كلمة الطلاق هذه لو رفض الشخص هذا عزومته زي ما قلنا، بس أنه تظل إهانة للمرأة، في امتهان لا شك، في امتهان حتى للمرأة وللرجل ترى نفسه. يعني أنت لا تستطيع أن تدعو إنسان إلا بأن تخبره أنك ستطلق زوجتك إن لم يلبي دعوتك، فهذا في امتهان عظيم. لذلك المرأة تتكلم مع الرجل. نحن دورنا في الجمعيات وجمعية المودة بنوعي الشباب المقبلين على الزواج على هذا الكلام، لكن أيضا دور الأزواج، دور الأب، دور الأم، دور الزوجة نفسها مع الزوج، أن الاحترام موجود، المتبادل الألفاظ الجميلة موجودة، ولا تكون الزوجة عرضة أبدا لمثل هذه الكلمات التي يتلفظ بها الإنسان كلما قام أو قعد. نعم أستاذ محمد، أحيانا يكون الطلاق مو بس إنه نقول كمقياس بعد 3 أو 5 سنوات، أحيانا يكون الطلاق بعد 20 أو 25 سنة من الزواج، إيش هي الأسباب في ذلك؟ الأسباب أختي الكريمة، أولا عدم تجديد الحياة بين الزوجين، يعني الزوج والزوجة مع طول المكوث سنوات طويلة جدا يصبح بينهم مثل التبلد في المشاعر، تبلد في الأحاسيس، حتى في الكلمات. يعني يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن ماتت خديجة رضي الله عنها وهي زوجته ماتت، قال إني رزقت حبها. فالألفاظ مع الزوج مع الزوجة مهم جدا أن تكون متجددة دوما، عبارات الحب، عبارات الغرام بين الزوجين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي عمرو بن العاص أمام الرجال كلهم وقال له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ الناس رجال ونساء، فأمام الرجال لم يستحي الرسول عليه الصلاة والسلام من التلفظ بكلمة عائشة أي زوجتي، فأعلن حب عائشة على الجميع. لذلك التجديد في الحياة الزوجية بالهدايا يعني أمور ترتيبات معينة بين الزوجين، العلاقات، الهدايا بينهم، كل هذه الأمور تجدد هذه العلاقة. أيضا تقدير العواقب، يعني لما يطلق الإنسان بعد 20-30 سنة أين سيذهب الأولاد؟ أين سيذهب الزوج؟ هل سيتزوج امرأة جديدة؟ هل ستفهمه؟ هل ستعرف عليه؟ هل المرأة ستجلس في بيتها؟ هل الأولاد سينشأون تنشئة اجتماعية جيدة؟ هل سيكون أبناء صالحين في المجتمع لأنفسهم، لوالديهم، لأسرهم، لمجتمعهم؟ أم أنه لا؟ لكن أنا لما قلت أنه 80% يعني أقصد لو تزوج 100 شاب مثلا ربما 80% منهم لو صار في طلاق سيكون في هذه الحالة. لكن الطلاق الموجود عندنا، يعني عام 37 خرجت إحصائية الطلاق من وزارة العدل، يعني أعداد كبيرة جدا، يعني أكثر من 53,000 فك طلاق بالنسبة في المملكة. قبل سنوات تصدرت مكة، يعني العام الماضي تصدرت منطقة مكة يعني هذا الطلاق، قبل كده الرياض، وهذه مناطق كثيرة جدا يختلف فيها يعني نسبة الطلاق. لكن أهم شيء أن الإنسان يعمل على تجديد العلاقة مع الزوجة، وكذلك الزوجة قد يكون عليها مسؤولية أكبر في تلطيف الأجواء في البيت حتى تكون العلاقة بينهم. أحيانا سوء التربية في البيت أو كل واحد من الزوجين يلقي المسؤولية على الأم على الأب حتى يصبح الطلاق. يعني لا قدر الله لو فشل ابن أو بنت في دراسة أو في شيء معين في سلوك معين، كل منهم يتراشقون بالتهم، ثم قد يحدث بينهم الطلاق. لذلك أنا أرى أن الذهاب إلى المستشارين الأسريين في مثل هذه الحالات مهم جدا لعقد اتفاقات لتجديد الشراكة الزوجية بينهما، وبإذن الله القضاء على مثل هذه الأمور. من الأشياء التي تحد من حالات الطلاق النظر في الأسر التي تم تطليقها من القرابة والجيران والأصدقاء، لنرى كيف وصل الأمر بالزوجين أو حتى بالأولاد، فيجعل الإنسان يحجم عن مثل هذه التصرفات. ولهذا لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني أريد أن أطلق زوجتي، فقال له لماذا؟ قال لا أحبها،
لا أحبها. فقال عمر: وهل كل البيوت بنيت على الحب؟ يعني حتى لو لم يوجد الحب بينكما بعد فترة سنوات طويلة زواج، هنالك رعاية، هنالك عشرة، هنالك يعني أمور مشتركة كانت جميلة بينكما، فليس الحب مطلوب بين الزوجين، لكن ليس أن يكون شرطا وحيدا باستمرار الزواج. نعم نعم. طيب أستاذ محمد، بعض الزوجات لما مثلا تتطلق، مثلا يستغربوا الناس تطلقت مثلا بعد 20 زي ما قلت لك أو أكثر، 20 سنة أو أكثر، أنه تقول أنا صابرة عليها كل السنين هذه عشان يكبرون الأولاد، إيش تقول لها؟ هي هذه المشكلة. هذا موضوع. وكذلك في أمر آخر، بعض الزوجات لما تأتي بعد الطلاق أو أثناء المشكلة تسرد مشكلات الزوج كلها خلال 20 سنة. صحيح. طب أين أنت عنها؟ تقول الزوج لا يصلي، الزوج لا ينفق، كانت صبرت عليه لكن لم تكن تناقشه حتى. فكلمة أنه صبرت عليك عشان الأولاد، يعني هذه تضحية كبيرة منها إن كانت فعلا تستحق الطلاق. نحن لا ندعو للطلاق أبدا، ولا يمكن أن نقول للمرأة والرجل طلق أو تطلقي، لكن أحيانا في نطاقات ضيقة جدا قد يكون الطلاق هو الحل فعلا، لكن في حالات ضيقة جدا جدا. فكون المرأة تصبر على الزوج لأجل الأولاد هذا أمر إيجابي، لكن يعني مثل هذه الأمور أنا أرى أنها خطأ، أن المرأة تصبر وتدفن نفسها، وإذا كانت النهاية الحتمية هي الطلاق، فأنا أرى أن الحلول إذا عجزت وانتهينا ولا يمكن أن نصطلح أو نستمر مع بعض، فقد يكون الطلاق المبكر أفضل للزوجين. يعني لمؤاخذة، لو تطلقت المرأة في فترة الملكة أفضل من أن تطلق. صحيح. بعد الدخول. صحيح. ولو طلقت بعد الدخول أفضل من أن تطلق بعد وجود أولاد، بعد وجود أولاد. فإذا كان فعلا نرى أن الحياة أصبحت مستحيلة، هنا قد يكون الطلاق هو الحل، وإن كان الحديث ضعيف لكن هو مشهور عند الناس، أبغض الحلال عند الله الطلاق. لكن تضحية المرأة دوما هي كبيرة، لكن للأسف هذه المرأة التي تقول أنا ضحيت لأجل أولادي، لما يكبر الأولاد سيتزوجون ويتركونها وحدها. صحيح. تبقى تعيش وحيدة. فأنا أرى أن هذا من الأخطاء التي تحدث، وإن كانت تضحية كبيرة أحيانا حسن النية ليس دليلا على صحة القرار أو العمل. نعم. طيب أستاذ محمد، إيش الدور اللي تقوم به جمعية مودة تجاه هذه المشكلة الأسرية بهدف الحد منها؟ نعم نعم، نحن ولله الحمد جمعية مودة للتنمية الأسرية تعمل على عدة محاور وعدة إدارات عندنا. الأسرة الجمعية مهتمة بالأسرة عموما وبالزوجين خصوصا، ونهتم أيضا بالأطفال. يعني نحن لدينا إدارة الإرشاد الأسري، لدينا إرشاد بالمقابلة يحضر الزوج والزوجة، ويتم عندنا أيضا الإصلاح بينهما، ولدينا فرع في محكمة الأحوال الشخصية، وإن شاء الله نهاية هذا الشهر سنفتتح فرعا في المحكمة الجزائية للإصلاح والتحكيم بين الزوجين، حتى لو اختلفوا في الحضانة، في الرضاع، في النفقة، في الزيارة، في كل شيء. لكن نحن ابتداء نتكلم عن منع الطلاق والحد من الطلاق، ونحن من أهدافنا العظيمة جدا في الجمعية الحد من نسبة الطلاق في منطقة مكة المكرمة. ولذلك الاستشارات الأسرية بأنواعها الثلاثة، المقابلة، الاستشارة بالهاتف، الاستشارة الإلكترونية، تعمل على الحد من هذه المشكلة، مشكلة الطلاق في المجتمع. لأن مشكلة الطلاق لو حدثت ليست الأسرة الوحيدة المتضررة منها، لكن المجتمع كله يتضرر، حتى أن كثيرا من نزلاء السجون، في دراسة علمية مثبتة أنه كثير من نزلاء السجون بسبب يكونون من أسر منفصلة. فنحن نهدف في هذه الجمعية إلى تقديم الاستشارات، ولله الحمد نجحنا نجاح كبير جدا في هذه الحالات، ومنع حالات طلاق كانت توشك أن تقع وتتصدع الأسر ويتشرد الأبناء، أو على الأقل يصبح بينهم انفصال موجود. كذلك عندنا الدورات التدريبية، نحن نقيم دورات تدريبية للأسر اللي هي نسميها إحنا غير المستقرة، التي بينها مشاكل. نعم. يعني لو جاء رجل وزوجته في الإرشاد الأسري وجد أن عندهم مشكلة في إدارة ميزانية الأسرة، دورة في يعني أي موضوع يتعلق بمهارة التعامل مع المشكلات الأسرية، يحالون مباشرة لإدارة التعليم والتدريب ويلحقون بالدورات، ودوراتنا وخدماتنا واستشاراتنا كلها مجانية تقدم لهذه الأسر. حتى لدينا نحن أحضرنا أخصائيات نفسيات اجتماعيات يتعاملون مع هذه المشكلات، بل أحضرنا مرشدات أسريات لخصوصية المرأة، أحيانا تريد أن تشكو بأمور خاصة جدا لا تستطيع أن تبوح بها للرجل، فاحترمنا خصوصية المرأة وأحضرنا مثل هذه
الأخصائيات، حتى أن دورة سائدات أختي الكريمة نحن نوظف المرأة بعد ذلك. نعم، شكرا الأستاذ محمد العمري، مدير التعليم والتدريب بجمعية مودة بمنطقة مكة المكرمة.